ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه النهارده؟ فيديو جديد، والنهارده هنزل فيديو تسريبات اللي حصل في يوم الاثنين، وانا طبعا متاخر جدا. بصوا، انا عارف ان دي نجوم الاسبوع، بس الميكس بتاعها هيكون تحت ستيرلينج ميكس 100، يعني حاجه جامده. بص، انا مش هقعد احكي في اللعيبه كتير عشان هتقولوا ان انا بلغي في الفيديو، انما هم دول اللعيبه اللي هتكون موجود. باكج المانيا، يعني العسل كله، يعني نوير 96، اللي هو نوير بقى دلوقتي احسن حارس هو ودوناروما في اللعبة من غير كلام، كلهم 96. توني كروس 97، جنابري 97، مدافع ده مش عارفه بس ازاي 97، المدافع التاني برضك 97، مش عارف. تيم ورنر حاسس يستحقها، هو جامد. وباك جي البرتغال ورونالدو 100، يلسع يا زعيم. الناس اللي ما عندهمش كريستيانو هتكسبوا 300 كوين وتفتحوا بقى وتجيلكوا كريستيانو، يا حظكوا بقى، قولوا ان شاء الله. بس شايف في ناس حظها اسم. اوكي، طبعا دي اللعيبه الباقيه. واخر باكج اسبانيا، سيرجيو راموس 96، نافاس 94، بوسكيبس 98، ازاي ما حدش يسألني. مرات 95، ما اعرفش ليه هم حاطين كيبا طالما يعني في دخية، في مليون حارس مش عارف ليه كيبا. وسأقول 97، وفابيان 95، ورودريجو 97. يا جماعة، لو انتوا عايزين فيديوهات تسريب كتير، خلوا الفيديو ده يوصل لخمسة لايك. يا جماعة، انا مسهلها لكم، يعني فيديوهات تسريب بجد انا شفت عليها دعم حلو، بسرب لكم الاخبار وبجد يعني بيكون في دعم حلو جامد. وما تنسوش اللايك والسبسكرايب وكل الحركات الحلوة، ويلا باي.